الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وصحة جيده تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناه من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نكشفوا عن الشخص اللي ما تيبغيناش او تيكرهنا او بغينا نفتحوا النيه ديالو النيه اللي تينوي الشر ام خير الناس اللي تحطوا لي تعليقات يقول لك الناس ولكن النوايا ديالهم الحدس ديالنا تيقول لنا بانهم خايبين ولكن حنا تنقولوا اه تنكذبوا اذا حنا اليوم بغينا نعرفوا البنت بغات تعرف شخص معين اللي غدا معاه الحبيب ديالها واش خايب ولا مزيان عائلته واش مزيانين ولا خايبين عائلت عائلتهم عائلت هما تيهضروا معاهم تيضحكو معاهم ولكن الخبايا ديالهم فيها السوء وفيها المضره هاتي خرجوا الكلام و تي بالسوء عليك آه تنقولوا الناس اللي بهذه السيره تيكونوا تيكونوا أه ما تيبينوش النوايا ديالهم ما تيبينوش النوايا للشخص المعين انه واش يبغيك ولا ما يبغيكش اليوم ان شاء الله غادي نبينوا هذا المشكل اللي عند الناس كلشي محتار به كلشي الناس عندهم هذا المشكل العائلات ولا الحسد والعين والبغض ولا ما تيبغوش لك الخير تكون مزيان ولا خيب ما تيبغوش لك الخير انهم باش تزيد خطوه ما تيبغيوكش ان تيولي الحسد تيولي البغض تيولي يولي انهم يحاربوك آه، اذا آه، يحاربوك على طريق اي حاجه بغيتي المهم الناس اللي بهذه السيره تنبينوا الكشف ديالهم واش خايبين ولا مزيانين الا كانوا خايبين غادي آه، غادي نعطيهم اتساع غادي نبعدوا ونعرفوا على الاقل نعرفوا النوايا ديالهم واش خايبين ولا مزيانين باش ما يبقاش لنا هما راه صفه مزيانه وهما صفه آه، سيئه على الاقل إذا عرفتيه تتهنى من جيش ومابقاش محتار بانه واش خايب ولا اذا لا عرفتيه تيبين لك الله النوايا ديالو تيتفضح قدامك وتولي حتى النوايا ديالو الا عر... تتعرفيه صافي تتخليه آه تتخليه والمهم تتعرفي النوايا ما تبقايش شاكه بانه واش خايب ولا مزيان اذا أحبابي في الله آه هاد الوصفه غادي ناخدو كاس الماء الوقت اللي نبغيو نمشيو ننامو تبقى ليا آه صافي نطفي التلفاز نطفي البورتابل ولكن غادي نمشي ننام غادي نأخد واحد الكاس حدا الراس ديالي آه حدا آه فين جنب السرير وغادي ان شاء الله غادي نقرا هاد القراءه اللي آه غادي نعطيكم دابا جيده في كيف تعرفين الشخص المعين اللي بغيتي تعرفي السيره ديالو كاين بعض البنات اللي تيكون الخطيب غير واضح حتى تبغي تعرفوا واش مزيان ولا خايب اذا حنايا خاصنا نعرفوا السيره ديال الشخص واش مزيان ولا خايب اذا هذه هي النيه ديال هاد الوصفه الوصفه كالتالي هي تاخدي كاس الماء من بعد ما طفي التلفاز وتطفي البورتابل او الموبايل وتمشي تنامي وغادي تاخدي كاس الماء وغادي تقراي عليها سورة آه الإخلاص حداشر مرة، سورة الإخلاص حداشر مرة، وغادي تقراي آه الفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات، المعوذتين ثلاث مرات ثلاث مرات، المهم وتقولي تقولي اللهم فضح سريرتهم. اللهم افضح سريرته وافضح نيته يا فلان ولد فلانة الا شكيتي واحد شكيتي شخص معين اللهم افضح سريرته وافضح نيته يا فلان ولد فلانة بغيت بغيت ربي يبين ليا النيه ديال هذا الشخص المعين آه تبغي انك تبغي بغيتيه يبان لك يبان لك النيه ديالو ان شاء الله النيه ديالو غتبان لك إما غيجيك في المنام وتشوف النيه ديالو، إما غادي هو يبدا يبدا النية ديالو وتتبان بشوية بشوية وتيبين لك على النوايا ديالو خايبة ولا مزيانة، بإذن الله الواحد القهار، أما الإنسان اللي تيكون خايب من من عند الله ربي سبحانه وتعالى تيبين النوايا ديالو بإذن الله الواحد القهار، أه سبحان الله العظيم. سبحان الله بحبدي هاد الوصفة صالحة بإذن الله الواحد القهار بين أه تبين لك شنو الخيب وشنو المزيان بإذن الله إذا غادي نشرب هاد الماء غادي نشرب هاد الماء وقليل بيه المكان أه نرش بيه المكان اللي أنا غادي ننام فيه شيء قليل غادي نرش المكان اللي أنا غادي ننام فيه وغادي نشربه وغادي, وغادي تشوفي الانسان اللي غادي يبان لك خيب غادي يبان لك وربي غيفضح الله سريرته بالبيان اللهم فضح سريرته وفضح نيته يا فلان ولد فلانه تبين لي فلان لا كانت امراه تقولي يا فلانه بنت فلانه ان شاء الله غادي يبان لك الشخص ال... الانسان اللي خايب راه خايب لك اذا حبابي في الله ديروا هذه الوصفه وصالحه اللي تبين الشخص المعين اللي بغيتيه تفضح ليه الله السريره تاعو يا ربي تنجينا من القوم الظالمين وتنجينا من الناس الخيبين وتبعدهم علينا يا ربي أه وتبعدهم عليكم يا ربي بجاه الله والنبي رسول الله اللي اذا احبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا القناه وتفعلوا الجرس وتابونوا عندي بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته